بسم الله الرحمن الرحيم. بين الشهر الفضيل وقانون السماء بطاعة محمد وآل محمد، تعقد الهمم إخوتي أخواتي بخدمتكم في حلقة من آية وبيان، وهي اليوم عن فضل سورة التكوير. روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأها، أي من قرأ سورة التكوير، أعاذه الله تعالى من الفضيحة يوم القيامة، يوم تنشر صحيفته، ومن كتبها لعين رمداء أو مطروفة برئت بإذن الله تعالى. العين المطروفة وهي العين التي أصابتها طرفة، وهي نقطة حمراء من دم تحدث في العين من ضربة وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. وختاما، لا بد للأمر من صاحب، وأن كنا نقرأ القرآن فالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يطبقه، وإذا لا نستطيع أن نكون مثله فعلينا السعي، ومن الله التوفيق. إلى اللقاء.